النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أقوام يتأخرون، يعني عن الصلاة، حتى يؤخرهم الله. وجاء في رواية قال حتى يؤخرهم الله إلى النار، إلى النار يعني. وقال من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا، يعني دائم تأخر، دائم تأخر، دائم تأخر. وهذا لو عنده موعد في بنك ولا شركة عرفنا كيف يذهب إليه، لما كان موعده عند الله هين، هذا عادي، ما يبي فضل الله ولا رحمة الله ولا إجابة الدعاء ولا شيء، ما همه هذا الشيء، هو يحصل دينار ودرهم يركب. والله نعيم، شيبان 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 وشيب وطول شباب وطلاب علم، الواحد يأتي يهز كأنه مريض ويتخثع في الطريق وكذا وكذا كذا ويلهي أي شيء حتى يقرأ لوحة وعنده الباب. عيب هذا، عيب يا أخوان، والله عيب. ولا يرى إلا يقضي 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 أو مع الجماعة الثانية والثالثة والعاشرة، كيف يكون هذا؟ طيب هذا لو فجأه الموت يخشى أن هالأمور اللي أخرته عن الصلاة تحضر عند الموت وتحول بينه وبين الشهادة. فعلينا أن نخاف الله ونتقيه سبحانه وتعالى ونخشى من يوم لقاء الله جل وعلا. فإن أصعب يوم يمر على الإنسان في حياته هو يوم لقاء الله جل وعلا، يسهله الله على من اتقى ويعسره على من تولى وأعرض. لكن هذا التأخر يا إخواني هذا نوع من النفاق. ليش؟ لأن الله تعالى قال في آيتين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قال في الآية أخرى ولا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. مش معنى الكسل إذا لم يكن فوات الصلاة على التوالي، أوقات باليوم تفوت الصلاة وتفوت الجماعة وكذا وكذا، ما معنى الكسل إلا هذا؟ وكل يوم وطول الشهر وطول السنة، والله أني مشاهدهم أنا، ما يخافون الله، ما يرجون الله جل وعلا، ما يستعدون ليوم لقاء الله، ما يخشون يكون قدر السوء لأهل بيتهم ولمن يحسن الظن بهم من الشباب ومن العمال ومن غيرهم. أعوذ بالله، يصير الواحد محروم من جهة نفسه قدوة سوء لغيره. فعلينا يا إخواني نتقي الله، نتقي الله ونحسب للقاء الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم فاسقون. من يرضى نفسه بالفسق؟ من يرضى نفسه أنه يعد عند الله ممن نسي الله؟ من يرضى أن يكون على خطر من النار؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا من القرآن، ما ذكرت لكم في أول كلمة من القرآن من كلام الله جل وعلا، وهذا من القرآن من كلام الله جل وعلا. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وش معنى؟ لكان هذا القرآن. فإذا كان هذا القرآن العظيم ما يؤثر على الناس ولا